من جديد اجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني مقوله الاهلي بمن حضر ليست مقتصره فقط على اللاعبين ولكن على افراد الجهاز الفني. كابتن سامي قمصان المدير الفني للنادي الاهلي واحد من المدربين او المديرين الفنيين اللي بيطبق هذه المقوله. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني ابارك لك على الاداء، ابارك لك على تحملك للمسؤوليه، ابارك لك على الفوز النهارده والصعود لمباراه الدور قبل النهائي والفوز على خصم قوي في ظل الظروف صعبه بتعيشها وبيعيشها الفريق فريق بيراميدز. مبروك يا كابتن سامي. الله يبارك فيك. طبعا تحياتي كابتن ايمن طبعا وضيوفه. زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، كان مهم جدا ان احنا نحسمها خصوصا بعد طبعا فقدنا لبطوله الدوري العام. كان عندنا بطوله مهمه جدا ان احنا نفضل نحافظ على حظوظنا في كاس مصر عشان طبعا تقدر طبعا تفتح لك برضو بطوله السوبر. فاعتقد الحمد لله كانت مباراه مهمه واللعيبه الحمد لله ادى اداء مميز جدا سواء على مستوى الدفاع او مستوى الهجوم. فالحمد لله بشكره مع الجهد دوت واتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. عشان برضو نوضحها للناس يا كابتن سامي، حضرتك تقصد فقدنا لبطوله الدوري الموسم الماضي ودي كاس الموسم الماضي. كابتن شريف عبد المنعم قبل بدايه اللقاء قال من النقاط المهمه، قال انك تحرز هدف مبكر يسهل عليك اللقاء. قال الكابتن سامي ودوره النفسي مع اللاعبين واتكلم ايضا والكباتنة على دور الكابتن سامي ومصمم مع اللاعبين وايضا تجنب الميس باص في هذه المباراه. بص هو ده والله اللي كنا بنسعى له وكل ما بنفكر فيه يعني. وطبعا كان الرهان دايما على لعيبه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي واصرار النادي لعيبه النادي الاهلي اللي هم يحسموا المباراه. فاعتقد الحمد لله كان مهم جدا ان احنا نفكر في كده. ممكن فكرنا ان احنا نسيب الاستحواذ لفريق بيراميدز عشان هي بتحب تعمل كده، وانا برده مش جاهز بدنيا ومش جاهز ومفتقد عدد كبير جدا من اللعيبه. كان مهم ان انا اقسم الجيم لكده. فاعتقد الحمد لله الجون ساعدنا. الشوط الثاني بقى قدرنا ان احنا نغير برده تغييرات تدينا برده سرعات، نستغل سرعات صلاح وقفش رجع لاعب 10 تاني عشان يقدر يلعب على الدونجا عشان نحاول نمنع بدايه الهجمه اللي هم يوصلوا لنا. فاعتقد الحمد لله كان مردود كويس وحسام برده نزل وزياد ودونا برده افضليه ان احنا نعمل كونتر اتاك كويس ونحافظ على الكوره كويس. فاعتقد الحمد لله كان ربنا موفقنا واعتقد ان احنا اللعيبه اجتهدت واحنا اجتهدنا وربنا الحمد لله كلل ده بالجهد وبالنجاح الحمد لله. كابتن سامي ان انا افقد 11 لاعب ولكن عندك النهارده المرونه التكتيكيه، العب 4 3 3 4 2 3 1 وعايز اتكلم على ثقتك في واحد زي اللاعب احمد نبيل كوكا، ثقتك في زياد طارق، اعتقد النهارده حسام حسن برده واحد من مكاسب اللقاء. طبعا مهم جدا يعني اللي انت طبعا تدي اللعيبه دي الثقه خصوصا في الظروف ديت. يعني لعيبه مميزه، لعيبه عندها خبرات، ويمكن فرصه الناشئين شويه في النادي الاهلي والفرق الكبيره بتبقى صعبه، لكن لما بتجي لك لازم يكون عندك الاصرار اللي انت استغلها. واعتقد ان هم استغلوها بشكل كويس جدا وان شاء الله لو الظروف هتبقى احسن ممكن محمد اشرف معانا ومعانا فاخري قبل كده وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله نشوف عدد من الناشئين ان شاء الله يقدروا يعملوا اداء كويس ويثبتوا نفسهم ان شاء الله. كلمه بقى تقولها للاعبين، انا عارف انت اتكلمت مع اللاعبين بعد نهايه المباراه، تقول لهم ايه؟ عندنا مرحله صعبه جدا، عندنا مباراه سموحه، مباراه الجونه مرحله صعبه جدا. هو زي ما بقول كل مره، انت بعد البطوله ديت بعد اي ماتش او بعد اي بطوله لازم تحاول ان انت تفصل عشان تقدر تستعد كويس. يعني اللعيبه دي بتلعب تحت ضغط عصبي كبير جدا، بدني كبير جدا، بنلعب كل 3 ايام مباراه فما بتلحقش تريح، مفتقد عدد كبير من اللعيبه جدا. فطبعا بشكرهم على الجهد دوت والاداء دوت والروح ديت والاصرار اللي هم عاوزين يعملوا حاجه يعوضوا جمهور النادي الاهلي بيها بطوله افريقيا وبطوله الدوري اللي فات. فبشكرهم طبعا، ولكن مستنيين منهم اكتر واكتر ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله زي ما انت قلت المرحله الجايه ديت نقدر نعمل دورنا على اكمل وجه لحد ان شاء الله لما ربنا يوفق ان شاء الله الراجل يجي ان شاء الله ونسلمه الفرقه وهو في ظروف كويسه ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، جمهور النادي الاهلي قال كلمه، احنا عارفين ان الظروف صعبه والمهمه صعبه، ولكن كابتن سامي انت قد المسؤوليه، شفت ثقه الجمهور فيك ازاي وعايز تقول لجمهور النادي الاهلي؟ والله هي دي اللي بتحملك مسؤوليه كبيره جدا، ثقه جمهور النادي الاهلي ديت في الواحد وفينا كجهاز كله يعني، والدعم اللي الواحد بيشوفه سواء في المباريات او في السوشيال ميديا كلها. فبشكرهم طبعا واتمنى اللي انا اعمل اقصى حاجه عندي عشان اساعدكم واعمل دوري، واتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في كل البطولات اللي جايه ان شاء الله. شكرا كابتن سامي وبالتوفيق. شكرا. كابتن ايمن طبعا ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدير الفني للنادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف وصعود النادي الاهلي لمباراه الدور نصف النهائي امام فريق بتروجيت. مبروك للنادي الاهلي، خطوه مهمه جدا، لسه فاضل خطوه مباراه الدور نصف النهائي ثم ان شاء الله المباراه النهائيه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي.